مع بداية الحلقة الثالثة سيطرت أجواء الحماس وبأعلى مستوياته على مسرح نجوم بلا حدود، ولحظة إعلان مكافحة التنمر كعنوان للتحدي بلش الأكشن وظهرت مواهب جديدة عند كارلا. هالأجواء المرحة ما أثرت إطلاقاً على سياسة الحكام بالتقييم الجدي للفيديوهات اللي قدمتها المواهب الـ13، أمر لرفع منسوب التوتر بين المشتركين لأقصى حد. كتير حلوة الفكرة، لأنه من الأشياء المهمة هي الثقة بالنفس. ما فهمتش ده إيه؟ يعني أنا شوي حسيته مبسط صراحة. كتير حلو وفي معلومات مفيدة. أنا كتير حبيت، حسيته حقيقي. سرعتك بطيئة والأنرجي بتاعتك واطية. كل شيء حبيته بالفيديو مارلين. بفضل إنه الأسبوع الجاي نشوف بعض قصص يعني غير شوي. مش تقييم جيد، يعني ممل. بتشد المشاهد لإلها، كتير بيعجبني هيدا فيها. تطور ملحوظ ومتطور جدا. حبيت كل المشاهد، القصيدة كانت مباشرة. فيديو كتير حلو. إذن سمر وإبراهيم هني حاليا بمنطقة الخطر. مع ظهور اسم سمر أنطون كأول مشتركة مهددة بالوقوف بمنطقة الخطر، صار الخوف سيد الموقف. لحد ما انتهت المنافسة باختيار الجمهور اخراج ابراهيم الكوري من المنافسة. مبروك لسمر أنطون. والليلة بانتظارنا تحدي جديد، والمشتركين 12 جندوا مواهبهم، امكانياتهم وصداقاتهم طبعا، الى جانب دراستهم خلال اسبوع كامل لتقديم الافضل والبقاء بالمنافسه على لقب النجم يلي تخطى كل حدود. مساء الخير. المنافسة بحلقة الليلة رح تحرك مشاعر أقوى وأبعد بكتير من مجرد الحماس والتشويق. بقي معنا 12 مشترك بفئات مختلفة، استغل كل واحد منهم كل وقته الأسبوع الماضي ليبرهن بهالحلقة أنه بيستحق أعلى العلامات من لجنة الحكم ويقنع الجمهور بالتصويت لإله في حال وقف بمنطقة الخطر. ولتعرفوا أكثر عن قواعد المنافسة والمشتركين، تابعوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وعملوا فولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام يلي عم يظهروا أسفل الشاشة. ولمحبي المشاهدة أونلاين عم تشوفونا حالياً عبر البث الحي لقناة الآن على يوتيوب. وهلأ صار الوقت نستقبل أعضاء لجنة الحكم، وبزقفة كتير كبيرة منستقبل يارا. أهلا وسهلا بفايا يونان. ومنرحب كلنا سوا بوائل منصور. وائل منصور مطلوب على المسرح. وائل هلا بيجي. ما كان معكم باكستيج؟ هلا بيجي. هلا نحن مباشر. مخرج وائل. وائل نعم. يي وائل منصور. هابي وومنز داي. هابي وومنز داي يا جماعه. Thank you so much. شكرا. شكرا وائل.
شكرا على هالوردة الزهر. انا عايز اقول بس انه مش امبارح بس وومنز داي او يوم المرأة العالمي، هو شهر المرأة، ف يعني كل سنة وانت بالظبط. هو كل يوم. لا كفاية عليكي شهر يا يارا. كل يوم من ده. عايزة يوم وشهر وسنة. كل يوم من ده. نحن بدنا ورود، بدنا ورود، ما هيك؟ لا بس في نفس الوقت، بس يعني أنا بصراحة والله مش كلام برامج، بس أنا I'm proud إن أنا واقف معاكم أنتوا الثلاثة. Thank you. Three inspiring women ملهمين جدا بالنسبة لي أنا وبالنسبة لبنات كثيرة جدا جدا جدا. شكرا لك. شكرا لك. بس ده مش معناه إنكم هتيجوا عليا النهاردة، لا. لا هو أصلا بلا عيد المرأة أنا دايما بالظبط. هيك هيك معك، شو رأيك؟ ما بينخاف عليك أنت. بس هو عامة تايم السنة دي هيبقى المساواة، والآن time for progress، حان الوقت، فمع قناة الآن والمساواة مع بعض أكيد، وإن شاء الله بالفعل مش دايما بالحكي. شكرا لك وائل، بدي أشكرك أكيد على هالوردة الزهر، وبدي أشكرك أنه عم بتعيد المرأة بيوم العالمي يلي منعيده كل سنة ب 8 مارس. يعني هالوردة والتيشيرت يلي لبسها وائل هي مقدمة مثالية لحتى نكشف عن عنوان التحدي لهالأسبوع. خلينا كلنا سوا نشوف هالتقرير. شكرا لك. بما أنه نجوم بلا حدود، منبر ما له مثيل على الشاشات العربية، كان لابد من أنه يخصص هالحلقة لتكريم كل نساء الأرض بإعلان يوم المرأة العالمي عنوان التحدي لهالأسبوع. جاهزين للتحدي تبع هذا الأسبوع؟ جاهزين. يوم المرأة العالمي. وبما أنه الموضوع أنثوي بامتياز، عبر المشتركين الشباب عن صدمة وارتباك، بينما الصبايا ما أخفوا سعادتهم الكبيرة. وبين الإضاءة على إنجازات المرأة والاحتفال بيوم العالمي والتوجه العام عند معظم المشتركين بتغيير استراتيجياتهم حسب ملاحظات لجنة الحكم، وطبعاً توجيهات الأساتذة والاستشاريين، ارتفعت حدة المنافسة لمستويات أعلى، أقوى وأصعب أكيد. والليلة بيبقى الهدف الموحد والأساسي عند كل المشتركين إقناع لجنة الحكم والجمهور بمواهبهم وأفكارهم وتخطي تحدي هالحلقة بنجاح، وهن بطريق للتأثير بفضاء السوشيال ميديا وتحقيق نجومية ما إلها حدود. يا رفايا ووائل، أهلا وسهلا فيكم من جديد، وبداية مع أحلى وردة يارا. ميرسي يارا. أدي بيعني لك الاحتفال بيوم المرأة العالمي؟ أنت أحلى وردة، بس ما فينا، قلت أنا اليوم ما رح أتغزل فيك أحسن ما وائل يزعل، رح أتركها لوائل. إنه إيه إنه ولأنه بهالعيد يعني يتغزل، مش معقول دايماً يارا وفايا. يلا ما رح نقول شيء، حتى هو خليه يتغزل كمان، لازم يتغزل فينا ثلاثتنا اليوم. لا أكثر من كده. جبت لكم ورد ولبست لكم هاشتاج، لا ان كان حبيبك عسل بس يا اخويا بس فينا نكمل. رايح فين؟ شو بيعني لك يوم المرأة العالمي؟ صحيح انه حركات حقوق المرأة بعد عندها تحديات كبيرة، بس ما فينا لما نكون فخورين ونحتفل بالانجازات اللي صرنا محققينها لهلا. هالسنة بالذات بدي وجه تحية كثير كبيرة لكل امرأة عربية من الخليج للمحيط، لانه حققنا انتصارات رائعة على مستوى إلغاء على مستوى إلغاء وتعديل القوانين كانت جائرة بحق المرأة. كل سنة وانتم طيبين. ضم صوتي لإلي كمان يارا، شكرا لإلك. مرسي. فايا، مين هي المرأة يلي تركت الأثر الأكبر بحياتك؟ أكيد في كتير شخصيات عامة بنعرفها تركت أثر فينا كلنا، بس أنا شخصيا ستي ام امي من قلها ماما، فهي ما حتى الاحفاد بيقولوا لها ماما. توفى جدي، هي عمرها 30 سنه، وربت 8 اولاد على اكمل وجه، كلهم درسوا واشتغلوا وصاروا اشخاص هيك فعالين بالمجتمع. فمش دائما القوه هي لازم بدها شيء يعني خارق، انه انا بالنسبه لي العطاء بلا حدود والحب والحنان احيانا هو بده اقوى يعني قوه اكثر من اي شيء ثاني. فبدي اوجه لها تحيه كثير كبيره لستي، ونحن بنوجه لها تحيه، الله يعيشها ويخليها بصحتها. شكرا لك فايا. وائل، شو بتعني لك المرأة؟ المرأة هي المنبع. المنبع هي المصدر لكل حاجة حلوة في العالم. يا سلام. اه والله، يعني سواء كلامك عسل عسل. لا بصي، النهارده مديكوا يومكم، يعني ما اقدرش اعمل اكتر من كده. لا بس هي المرأة طبعا، انا مش من رأيي، مش هي مش نص المجتمع. يعني لما حد يقول مثلا الرجل هو نص المجتمع،
ما فرقتش كتير. يعني ليه على طول نقول المرأة هي نص المجتمع كأنه مثلا أنه دي حاجة مفروض نسترس عليها؟ لا، هي المجتمع والرجل المجتمع، وهو ده الفكر اللي احنا لازم نبقى ماشيين عليه. أكيد. شكرا لك وائل. الكلام اللي أنا قلته ده، الأرض، المي، السماء والشمس هي وغيرها من أسس الحياة مؤنث، ولأنه الدنيا امرأة كان لابد أنه العالم كله يخصص يوم لنحتفل بكل إنجاز حققته المرأة، ولهيك أطلقنا اليوم هاشتاج المساواة الآن. وبالتفاعل عبره مع منشن لصفحات تلفزيون الآن بيقدر كل واحد منكم يشاركنا أفكاره ومواقفه. التحدي الرابع من برنامج نجوم بلا حدود انطلق. علامات لجنة الحكم رح تأثر على 2 من المشتركين يلي بيحصلوا على أقل معدل وبيوقفوا بمنطقة الخطر، ليبدأ دور الجمهور بالتصويت عبر صفحة الآن على فيسبوك وأنقاذ واحد منهم، ليستمر بالمنافسة يلي رح تسمح للفائز باللقب بدخول مجال الإعلام من أوسع أبوابه بعقد سنوي مع تلفزيون الآن. مع ماريلين توتونجيان من سوريا عن فئة اللايف ستايل منبدأ تحدي الليلة بستايل أنثوي بامتياز. إنجازات المرأة لا تعد ولا تحصى، والكثير منهم أثبتوا أنه فيهم يجمعوا بين الجمال الداخلي والخارجي. قولكن شو سرهم؟ تسعى هدى للحفاظ على بشرة صحية دائماً، مشان هيك تستعين بالطقوس الآسيوية في الجمال وخصوصاً بالمنتجات الكورية. أنا حافظت على نفس لوك الشعر لمدة 30 سنة وأكثر، مشان هيك بتنصح السيدات إنه ما ينجرفوا ورا الموضة بشكل كامل. ألين وبعمر 60 قررت تتقاعد وتطلق مجموعة كريمات مخصصة للشيخوخة. جينيفر ما عاملة ولا عملية تجميل، إنما سرة البلاسنتا فيشلز اللي بتلجأ لهم مرتين بالأسبوع. Less is more عنوان أناقة الملكة رانيا، ولأنه الملكات ملزمات بالكلاسيكية بتلجأ الملكة رانيا للألوان للتنويع بإطلالاتها. جمال المرأة بينعكس على سعادتها وثقتها بنفسها. أنت أي نصيحة رح تتبعي؟ أهلا وسهلا فيك ماريلين. خلينا دغري نستمع إلى آراء اللجنة بداية مع يارا. شو رأيك يارا بالمضمون يلي قدمته ماريلين؟ مساء الخير ماريلين. المضمون حلو كتير، في معلومات مهمة، بس حسيت عن الجمال صراحة، مش يعني حكيت عن سيدات عربيات، عن يعني كيف السيدة بتكون جميلة من الداخل وما بتغير بشكلها بمظهرها من برا. أنا هيك فهمت. بدون مجهود. حسيتها أكتر مذيعة يمكن كأنه ماريلين هالمرة، مع أنه ماريلين يعني الفيديوز اللي بتعملهم بحبهم كتير، بس حسيتها كأنه عم بتقول يعني عم بتعرف عن حدا هيك. هيدا رأيي، يعني بحس أنه الفيديو ممكن يكون أحسن من هيك. شكرا يارا. قبل ما استمع إلى فايا ووائل، أكيد بدي هنيكي على فيديو كليب أغنيتك بحر هموم يلي حققت صدى رائع عند الجمهور. مرسي. ألف مبروك. مرسي كلكم. مرسي. فايا، شو أكتر شي حبيتي بفيديو ماريلين؟ مساء الخير ماريلين. مساء النور. أنا يمكن مثل يارا حسيت شوي المود كله، حسيته شوي هيك برنامج صباحي، يعني ما حسيت فيه انه هيدا السوشيال ميديا فيديو يلي بده يعرفتي. وفي شغله، الجمله اللي قلتيها بالاخير، قلتي جمال المراه بينعكس على سعادتها وثقتها بنفسها. حسيت شوي يعني انا كنت حب كثير فيديوهاتك لانه بتحكي عن الجمال، بس بتحكي عن الجمال الداخلي انه هو الاساس، فحسيت شوي ناقضتي حالك. انا برايي سعاده المراه وثقتها بحالها هن يلي بيعكسوا، يعني بينعكسوا بجمالها ومصير نحسها حلوه، وكل الامثله اللي اعطيتيهم هيك، فشوي كنت متوقعه منك اكثر. بس كمان اذا المراه حاسه حالها حلوه فيزيكلي، بس اذا مش مبسوطه من جوا لو عملت شو ما عملت ما حتكون سعيده. هيدا رأيي أنا، لأنه أنا هيك هذا اللي كان يوصلني من كل فيديوهاتك. صح. هذا المانترا تبع ألين دي جينيرس، هي تقاعدت لتطلق إنه المرأة لهي تكون ناجحة، كمان إنه بس تحس حالها هي حلوة
كمان هذا بينعكس على ثقتها بنفسها وسعادتها. فأنا حبيت بهذا الفيديو أطرح شوي إنه السيدات فيهم يكونوا ناجحات وجميلات أيضاً، لأنه إحنا بمجتمعنا بيقولوا دائماً السيدة إذا جميلة معناتها ما أنا ناجحة، فأنا حطيت هالأمثلة لبين إنه هن ناجحات وجميلات. بحلقتنا الليلة رح نبين العكس، رح نشوف أمثال كتيرة. شكراً لك أكيد وللتوضيح ماريلين. وائل، كانت ماريلين على قد التحدي هالمرة؟ ماريلين تعرف ان انا I'm a big fan الفيديوز بتاعتك زي اللجنة، بس المرة دي I'm not a fan يعني. بس مع اختلاف وجهات النظر، هو عامة lifestyle والميك اب بتوري البنات تعمل تيتوريال وكده، وفي نفس الوقت lifestyle يعني تلقائيا هو بس حسيتها مش ماشية النهاردة مع الثيم، يعني المساواة الان how is the يعني ازاي ده بينعكس على المرأة النهاردة. انت حسيتك مذيعة قاعدة وطالعة في معرفش يعني، فاهم قصدي؟ ولو هو دلوقتي تفتكروا ايه اللي بيحصل، فاهمه؟ فمعرفش، فحسيت لا مش ماشي مع الكونتنت بتاع الثيم. متوقعين الافضل اكيد دائما من ماريلين، لانه عودتنا من البدايه على الافضل. شكرا لكم اكيد، بانتظار علاماتكم. ماريلين، مين المؤثره على السوشيال ميديا يلي انت معجبه فيها اكثر شيء؟ الانفلونسر. في كثير، بس انا بعتقد هدى قطان هي سيده عربيه اثبتت نفسها كبزنس وومن ومؤثره، فانا بشوفها كمثال لإلي. شكرا لك. خلينا نشوف اعضاء لجنه الحكم شو بتضع لك علامه على 75 يا ماريلين. سبعة وثلاثين ماريلين. شكرا ماريلين. 11 مشترك باقيين على اعصابهم وبانتظار نشوف شو حضروا لتحدي يوم المرأة العالمي. فاصل سريع وراجعين. منرحب من جديد بجمهور تلفزيون الآن، وبما أنه موضوع التحدي الليلي أنثوي بامتياز، بدعيكم تتفاعلوا معنا على هاشتاغ المساواة الآن وتعبروا عن أفكاركم ومواقفكم بيوم المرأة العالمي. وما تنسوا تعملوا منشن وفولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. ولتعرفوا كواليس أكثر عن هالتحدي وغيرها من أخبار المشتركين، تابعوا اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية. وهلأ المنافسة بتنطلق من جديد مع المشترك نور الدين أمين من العراق. منشوف من أي زاوية سينمائية قرر يخوض تحدي اليوم. نساء خارقات استطاعوا أن يكسروا الحاجز ويلعبوا دور كبير في صناعة السينما اليوم، مثل المخرجة اللبنانية نادين لبكي التي ركزت على دور المرأة في المجتمع من خلال أفلامها مثل سكر بنات وهلأ لوين، اللي حققوا نجاح دولي ونالوا الكثير من الجوائز العالمية. ومثال رائع آخر المخرجة ليلى مراكشي وفيلمها روك الكازبة الذي يناقش قدرة المرأة على الحفاظ على الترابط الأسري بعد وفاة الزوج وانتقال النساء من المراهقة وما يفرض عليهم المجتمع، وغيرهم من المخرجات العربيات حالياً أمثال نرجس نجار، كوثر بن هنية، كاملة أبو ذكرى، هالة خليل وغيرهم. رغم عدم توفر الإمكانيات دائماً لهم لإنتاج أفلامهم بحرية ووجودهم مجتمع ذكري طاغي على كافة مفاصل الإبداع، فهم دائماً في امتحان قوي، ولهذا المرأة المبدعة هي مستقبل الرجل ومستقبل العالم. أهلا وسهلا فيك نور الدين. أهلا، شو هالزهرة الحلوة. شكرا نور الدين. بداية مع وائل، خلينا نسأله لوائل شو رأيك بفيديو نور الدين؟ عجبني فكرة ان هو ابتدى بفاكت صادمة شوية، انه 11% بس من الستات اللي شغالين في مجال السينما، وطلع بالنوابغ كلهم اللي هم الرئيسيين بالنسبة له وبالنسبة لناس كتيرة جدا، وكان بسيط ووافي وكافي. برافو. شكراً وائل. كفاية. قدر نور الدين يطرح المضمون الأنسب للتحدي؟ إيه أكيد. بالسينما أنا بشوف في اللي عمله نور الدين تمام، يعني مثل ما قال كافي ووافي، لأنه نفكر نحن أنه الممثلات كتار فالسينما يعني فيها مساواة، بس الصناع السينما عن جد كتير قلال، وحلو أنه تركز نتذكرهم نشوفهم يعني المخرجات الإناث. شكراً فايا.
يارا عشو بتعطي لايك لنور الدين اليوم؟ على الفيديو بعطيه لايك. على خمسة كرايتيريا. يعني نور الدين، نور الدين من الأشخاص اللي عم يتقدموا وعم يشتغلوا على حالهم. كل أسبوع عم يكون الفيديو أحلى من قبل. حبيت كتير إنه حكي عن مخرجات عربيات، يعني قدروا أفلامهم توصل للعالمية وينافسوا كمان كبار المخرجين الشباب. فا I like. Thank you. وكان كافي. شكرا لكم، أكيد نحن بانتظار علامتكم. وكان كافي ووافي. حبيتها. حبيت وافي وكافي. كافي بدك وافي. كافي ووافي، فيك تشقلبهم مثل ما بدك، رح نعطيك حق اليوم بمناسبة عيد المرأة وائل. نحن بانتظار علاماتك نور الدين، ليش بس ركزت على المخرجات بهذا الفيديو؟ أنا برأيي صناعة السينما والإخراج هو من واحد من أصعب المهن السينمائية، والنساء ما يشكلون نسبة كبيرة، فحبيت أركز أسلط الضوء عليهم ونعرفهم كلنا. ووصلت الرسالة يمكن بشكل مضبوط. خلينا نشوف كيف أراء اللجنة بتترجم بالعلامة. لنور الدين من العراق 57. أنت تاني مشترك منشوفه الليلة بتحدي اليوم، وترتيبك بيكون على الشكل التالي. أنت بطبيعة الحال بالمرتبة الأولى لهلا. شكراً لك. عن فئة الويلنس منشوف كيف استعدت سمر أنطون لهالتحدي بعد ما رجعها تصويت الجمهور للمنافسة بالحلقة الماضية. اليوم العالمي للمرأة رح أحكي عن امرأة ألهمت كتير أشخاص ليتبعوا نمط حياة صحية وألهمتني لكون أخصائية تغذية اليوم. هي مشيت بطريق مجهولة بس وصلت بالآخر لمحل وضعها كأهم امرأة بمجال الويلنس. هالامرأة هي كريس كار، تسمى بالويلنس ووريور. هي معروفة بمسيرتها لمدة 10 سنين مع سرطان خطير ما له علاج. من بعد ما عرفت بالمرض ما استسلمت، بس عملت بحوث خلتها تعتمد غذاء صحي لتوقف انتشاره. هي اكتشفت أهمية الأكل للتخلص من السموم، ابتكرت الجرين جوز يلي يعتمد من قبل ملايين الأشخاص حالياً. هو غني بمضادات الأكسدة اللي موجودة بالكيل، ويت جراس، تفاح أخضر وخيار. بقصتها ألهمت الملايين من الأشخاص، خصوص النساء اللي خليتهم يعيشوا بتفاؤل ويواجهوا مصاعبهم بشجاعة ويتجهوا صوب نمط حياة صحية. بونسوار سمر، شو هالأخضر الحلو. Thank you. بداية مع فايا، شفتي تحسن بأداء سمر اليوم؟ مساء الخير سمر. مساء الخير. ايه اكيد المحتوى يعني مضمون الفيديو اكيد احسن بكثير، وانا ما كنت بعرف يعني فيه معلومات كثير مهمه وحلو نتعرف على كريس كور. اسمه كريس كار. كريس كور، فحبيت ما عندي كثير شيء اقوله يعني. شكرا. بس اكيد شكرا فعلا. يارا شو رايك بالصوره والمحتوى يلي قدمتهم سمر؟ حبيت كثير، لانه هداك الاسبوع كان الفيديو مش كانت بمنطقة خطر كمان. صحيح، هالأسبوع أكيد قدمت الأفضل. الفيديو حلو، التصوير هيك البحر بتحس بيحكي عن الشيء اللي هي حابة تحكي عنه، خاصة أنها تأثرت بشخص خليها تكون أنه تصير بالأحرى أخصائية تغذية. كتير حلو. شكراً لك يارا. وائل، شو تقييمك لهالفيديو؟ دي تاني مرة في البرنامج أقول أني هدي الحد 5 من 5 في كل العناصر. الفيديو الجماليات فيه مش طبيعية، ومع يعني الزوم إن بتاع الكاميرا مع الكوفي مع المشروب على البحر، وحتى وانت بتفتحي وبتقولي أورجانيكس وحتى كل الحاجات الأورجانيك مع وفي نفس الوقت it's very inspiring. أنا لو شفت الفيديو ده وعندي مرض خبيث أو whatever، This is inspiring. ألهمني أنا أن أنا أخش أشوف إيه قصة نجاح الست دي، وده هو ده الثيم بتاع النهاردة. برافو. شكراً وائل، أكيد بانتظار علاماتكم. سمر، الأراء بتطمن، بس خبريني شو كان شعورك الأسبوع الماضي لما كنت بمنطقة الخطر؟ كان شعوري كتير غريب، كنت خايفة بس مش الحال يعني. مع اليوغا، كم ساعة يوغا عملتي من بعدها؟ 20 ساعة. خلينا نشوف هلأ الأراء بتطمن. فايا وضعت العلامة مش الحال. خلينا نشوف معدل العلامات لسمر أنطون عن فئة ويلنس على 75. 68 يا سمر. 68. أكيد بدنا نشوف ترتيب سمر مع 68 نقطة. سمر
طلع على زقفة مهمة. أنت ثالث مشتركة وأكيد بطبيعة الحال بالمرتبة الأولى لهلا. شكرا لإلك سمر، جود لك. عن فئة الفن والتصميم، راشد المتاعب من السعودية صار جاهز للمنافسة، معقول يسترجع المرتبة الأولى يلي خسرها بالتحدي الماضي؟ منشوف سوا. مساء الخير راشد، كيفك؟ بدك تحكي على الميكرو ما بسمع. الحمد لله بخير، كله تمام. حب اتسائل عليك لان ما بتحكي، بحب احكيك. طيب خلص ما بقى رح احكي. يارا شو رايك بوجهه نظر راشد ليوم المراه العالمي؟ راشد ما فينا نحكي شيء عن الفيديوز اللي بيقدمها، راشد فنان اكيد. الفيديو في يعني في تغيير بالنسبه للفيديوهات اللي قبل، موسيقى رائعه مثل العاده، يعني بيبهرنا بالموسيقى. كنت بفضل شوي يكون في إضاءة أكتر، ما بعرف شو كان قصده بالإضاءة الخفتة دي، بيقولوا الخفتة. يعني ما في ألوان، يعني هو بتصور زهر، يمكن في زهر بس بتحس هيك الإضاءة خفيفة شوي، بس غير هيك يعني حلو كتير. شكرا يارا. وائل، برأيك راشد قدم فيديو بخليه يسترجع المرتبة الأولى؟ ككونسبت لكن التنفيذ بس اللي خانك. انت عارف لو نفذتها بطريقه مختلفه شويه من حيث اللي كان ناقصك بس الاديتنج والكادر والاضاءه. انت عارف انه يعني ممكن كسره اضاءه معينه تبوظ لك كل الثيم، لان هو بينك كله وانت لابس جاكيت بينك ولابس مش عارف ايه بينك، مع الاضاءه الزرقاء دي ضيعت شويه الالوان. صح، بس هي كابداع 5 من 5، بس كجماليات يعني انا يؤسفني ان انا بس يعني. شكرا لك وائل. فايا، كيف شفتي فكره راشد اليوم؟ فكره راشد كثير حبيتها انا، ما بعرف ليه حسيت المود هيك عطى راحه للاعصاب، يعني يمكن لو شوي منضويه اكثر كمان بيطلع احلى، بس انا حبيت ازرق. بس حبيت الخلط بين الازرق والبينك، ما بعرف اذا انت استقصدت هذا الشيء انه تخلط بين اللونين، لانه العادي الازرق. انت لو قلت له الله حبيت ومش عارف قصدك. لا انا حبيت، حبيت يعني حسيت الجماليات والابداع كانوا اعلى شيء عندك من الخمس نقاط. شكرا لك فايا، اكيد بانتظار توضعوا العلامه المناسبه لراشد. راشد، شو كان شعورك لما خسرت المرتبه الاولى لصالح ماريلين؟ طبعا اكيد انه خفت شوي، لانه مارلين كانت مره قويه في الاسبوع اللي فات، فان شاء الله اتمنى انه قدرت اوصل فكره حلوه عن المراه، وان شاء الله انه ارجع للمستوى اللي كان مطلوب مني. تنشوف قد ايه الاضاءه بالفيديو اللي نفذته رح تاثر على علامتك يا راشد. على 75 معدل علامه راشد، 61 مش بطال، 61 رح تكون باي مرتبه؟ بنشوف التابلو امامنا. مع 61 نقطة يا راشد بتكون بالمرتبة الثانية. شكرا لك راشد، طمن بالك. مع عبد الرحمن الحريري من سوريا، بنعرف كيف بيشوفوا الرياضيين إنجازات المرأة. اليوم رح نعمل 30 كلين جيرك ونحاول نكسر الرقم القياسي لكامين لبلان. الكلين جيرك من اهم التمارين اللي ممكن الواحد يعملها، لانه بتحرك عضلات الجسم السفليه والعلويه بنفس الوقت، بس اهم من التمرين هو طريقه الاداء، فركزوا معي بالفيديو بالضبط كيف بعمل التمرين.
بدي اكسر رقمها القياسي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. من بداية مع وائل، شو تقييمك لهالفيديو؟ انا حبيت الفيديو الصراحة. فكرة ان القوة مش حكرة على الرجال، هو عمرها ما كانت حكرة على الرجال، بس الطريقة الانجل اللي خدها الزاوية النهاردة كانت كرياتيف جدا، ان هو جاب رقم قياسي عالمي لحاجة اصلا الرجال هم اللي بيعملوها او بيتصدروا فيها البطولات، ولكن هو اتخن تخين مش عارف يعملها، وان الرقم القياسي بتاعها بس كنت مفروض تكذب شوية، بدل خمس دقايق تكسف نفسك كده بقى اعمل مثلا دقيقتين ونص. ما حبيت كون صريح وبين عن جد في فرق كبير بين بهرج. انا بهرج طبعا يعني. بده يبين عن روح الرياضيه. لا بس برافو عبد الرحمن، عجبني الاديتنج وعجبني الجماليات. الاديتنج حلو قوي. شكرا شكرا وائل. العفو يا كارل. شكرا لك. واي فايا، قد ايه هالفيديو بيحمل عوامل النجاح الخمسه؟ كلهم بيحمل عوامل النجاح بالخمسة كاتيجوريز. عبد الرحمن كتير 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 حبيت الفيديو، أولاً لأنه مش أي رجل بيقبل أصلاً يتحدى امرأة بهدول القصص، فأنت قبلت التحدي واعترفت بأنك ما قدرت تكسر الرقم القياسي. بالعادة الميل إيجو هيك بيكون أنه يعني عرفتي، فكتير حبيت خاصة واقف عم بحكي أنا وخاصة باللياقة البدنية وشي خاصه بالرياضة، فكتير كتير حبيت. شكرا. احنا ما عندناش ايجو يا فايا، الستات اللي عندهم ايجو احنا فاهمه، هن عندهم روح رياضيه فايا بالظبط قدام الكاميرا. ومالك بتقوليها من تحت درسك؟ بتقوليها من تحت درسك ليه؟ لا انت قلت قدام الكاميرا. اوكي. يارا شو رايك باداء عبد الرحمن؟ انا بحب اللي بحب الشيء اللي بحبه بعبد الرحمن، انه مش بس رياضي كمان عنده روح رياضيه. عن جد هيدي اكتشفناها من اول ما تعرفنا عليه، فحبيت انه عم بيحاول يكسر الرقم القياسي مع كاميل يعني عم الرجل عم يحسب حساب للمراه وعم بيحاول انه يتحديها، والشيء اللي كتبه والمساج بالاخر كثير حلوه. شكرا. شكرا لك. اكيد بانتظار تضعوا العلامه المناسبه لعبد الرحمن. عبد الرحمن حكيوا كثير عن الروح الرياضيه اللي بتتمتع فيها، يعني انا باقي هذيك الاسبوع خسرتك كمان بالبوكس. يس. وانت هلا اعترفت انك خسرت بروح رياضيه قدام كاميل بلان. الاسبوع الماضي مارين كانت بالمرتبه الاولى. شو بتتحديها؟ انا بتحداها، بس بتحداها مثل ما بتحدى اي حدا، يعني بحاول ما اخلي شخصيه سواء شاب او مره تاثر على طريقه تعاملي معها، لانه هذا تقصير بحقي وبحقها بنفس الوقت. شكرا لك. خلينا نشوف العلامه يلي بتحصل عليها على 75. 73. هو الفيديو كثير حلو صراحه. 73 لعبد الرحمن عن فئه الرياضه. اكيد بنشوف ترتيبك انت بالمرتبه الاولى لهلا. برافو عبد الرحمن. شكرا لك. بذكركم تتفاعلوا معنا على المساواة الآن، الهاشتاج الخاص يلي أطلقوا نجوم بلا حدود لمناسبة يوم المرأة العالمي، عنوان التحدي اليوم. منافسة بعد بأولها، ومستمرين مباشرة على الهواء وبالبث الحي على قناة الآن عبر يوتيوب. والليلة مشتركين اثنين رح يوقفوا بمرحلة الخطر، وتصويت الجمهور عبر صفحة الآن على فيسبوك بيرجع واحد منهم للمنافسة والثاني للأسف بغدرنا. فاصل سريع وراجعين، انطرونا. ولأنه برنامج رائد من نوعه، دايماً بتكون التحديات على مستوى الدور يلي أخدوا على عاتقه نجوم بلا حدود عبر الإعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي. يوميات المشتركين بتشوفوها من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية. بتمنى تكثفوا تفاعلكم معنا على هاشتاج المساواة الآن، الوسم الخاص بتحدي اليوم لمناسبة يوم المرأة العالمي. وأكيد ما تنسوا تعملوا منشن وفولو لصفحات
الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام عن فئة المغامرة والسفر. ومع نور إبراهيمي من الجزائر منسافر برحلة جديدة على طريقة امرأة طموحة جريئة وقوية. يقال للمرأة أنها لا تستطيع فعل أشياء كثيرة لمجرد أنها امرأة، وأن تسافر وحدها هو أحد هذه الأشياء. كيسي دوبيكول كسرت رقمين جينيس قياسيين اللي هما أسرع شخص وأسرع امرأة تزور كل دول العالم. نحن نسافر لنكتشف العالم، لنكتشف أنفسنا، ذلك الشعور البسيط بالحياة فلنسعى إليه، لأنني أنا وأنت وهي كلنا نستطيع. لأنه في اللحظة التي تتحرر فيها المرأة من مخاوفها يتحرر الآخرون بشكل تلقائي. مساء النور. مساء الخير. بداية مع فايا، شو رأيك بمضمون وصورة فيديو نور؟ حبيت صورة فيديو نور كتير، الأديتينج والألوان وكل شيء كتير حلو مثل ما عودتينا دائما، والمضمون كمان حلو، كان في معلومات جديدة. ما بعرف ليش توقعت إنه فئة تبعك السفر وعن المرأة، تحكي مثلا عن المرأة العربية أو يلي من الشرق، لأنه أنت مثلا خير مثال، أنت ترافل بلوجر وبتسافري وكيف شوي شوي عم نكسر هاي النمطية، بس إنه أكيد ما فيكم تحكوا عن كل شيء بدقيقة واحدة، بس حبيت بشكل عام. Thank you. شكرا فايا. يارا، شو رأيك برسالة نور؟ هيدا اللي لفتنا بالفيديو، ما في شك الفيديو حلو والتصوير حلو والألوان حلوة، اللي لفتنا آخر شيء مستقبل هذا العالم هم نسائه. شكرا يارا. وائل، شو الأثر يلي تركته عندك نور اليوم؟ الأثر الهام الست اللي سافرت دي، وأنا بختلف مع فايا في الحتة دي، لأنه المرأة سواء إذا كانت عربية أو مش عربية في الآخر مرأة. دخيلك أنت. لا بس عن جد، بس لأنه بدي أضيف حتى قلنا إذا ما في وقت، بس عن جد هو هذا العائق كتير موجود ببلادنا. يعني أنا فاهم أصدق. حتى أنا مثلا كنت عايشة بالسويد وقت بدي أدرس برا ببريطانيا، كمان أهلي شوي نقزوا، أنه عرفت كيف؟ يعني دائما حتى لو شو ما كان، حبي الأمثلة الأقرب للمرأة العربية. بتحب تضيف بعد شيء؟ بحب التغيير اللي عم يصير اليوم بعالمنا العربي. انا عجبني طبعا صوره نور، من احسن الصور الموجوده في بين المشتركين. بس كان في كادرات شويه محطوطه ملهاش لازمه، الكوريدور الناس اللي ماشيه فيه ده حسيتك فاهمه اللي هو ايه ده، مش لا بتاع حطي ده يلا فاهمه. شكرا لك، بس هو جميل. شكرا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. اكيد بانتظار علاماتكم. شكرا وائل. نور، كامرأة عربية كيف تتخطي المخاوف أثناء السفر؟ المخاوف هما يكون أكيد المخاطر كاين في كل مكان، لكن واحد لازم يقوي قلبه، فهيك ويتكل على ربه. مظبوط. يلا خلينا نشوف العلامة يلي بتوضع لك إياها لجنة الحكم. يا نور على 75 عن فئة السفر 60. Thank you. وهالستين توضعك بالمرتبة الرابعة. شكرا لك نور، بتمنى لك كل التوفيق. مع سامر الناصري من العراق نتعرف على دور المرأة وتأثيرها بعالم التكنولوجيا. انت ايه اللي بتعمليه ده؟ قاعدة بتعلم برمجة. برمجة ايه وزفت يوم؟ شوف لنا حاجة ناكلها. هل تعتقد ان للمرأة دور مهم في التكنولوجيا؟ خلونا نذكر بعض الأمثلة. كلنا نعرف الواي فاي، التقنية اللي مستحيل أحد يقدر يستغني عنها، اللي اكتشفها هي امرأة، هايدي لامار الممثلة النمساوية الأمريكية اللي ساهمت باختراع موجات الراديو والقفز الترددي. هذه التكنولوجيا أصبحت الأساس باختراع الواي فاي والبلوتوث. ومن العالم العربي استطاعت دينا قتابي من اكتشاف تقنية جديدة يمكن من خلالها استكشاف ورؤية الأجسام خلف الجدران الصلبة، ويمكن استخدام هذه التقنية بالمجال المدني والعسكري. إذن التكنولوجيا هي المستقبل، ولولا وجود المرأة ما كان وصلنا لهذا التطور.
مساء الخير سامر. يارا كنت تعرفي هالمعلومات من قبل؟ الواي فاي انه من اختراع امرأة صراحة لا ما كنت بعرف. حبيت كثير هالمعلومة، مرسي سامر على هالمعلومة. شكرا. بس ما في شيء جديد يعني بالفيديو اللي عم بتقدمه، يعني معلومات مهمة بس ما عم بحس انه في شيء اكثر بعد تعطينا اياه. ما بدي زيد اكثر لانه هون اكيد رح يحكوا اكثر رح يجودوا رح يجودوا لنشوف وقت قد ايه رح يجود اكيد. بس بتصور بالغ اخر شيء بانه الامراه هي شو قلت اخر شيء انه هي اساس التكنولوجي لو شوي هون فيها مبالغه حسيت. شكرا يارا. لانه هي لا عارفه ليه، لانه الستات من كتر ما بتطلب مع الحاجه ام الاختراع، والستات 24 عاوزين حاجه عاوزين حاجه عاوزين حاجه. انا شفتك اكتر شيء بتحكي باللجنه والراجل عايز يخترع علشان يلبي لكم طلباتكم مش اكتر. طبعا طب فيك تلبي لي طلبي نحن عم نجرب نعمل مساواه. لا اذا هيك بنغير الموضوع ليك بنغير. شو رايك بادائه لسامر؟ في تحسن؟ سامر لا للاسف ما فيش تحسن. واول جزء من الست البنت اللي قاعده على اللابتوب وجاي جوزها زفت ايه ومش عارف مين، لو هو بيقول لها كده في الفيديو في ايه لو اتشال من الفيديو هل كان هيأثر او هيزود على الفيديو حاجه؟ لا. وبعدين اتس فيري ديجريدنج اول حته دي خالص. احنا ما احنا في 2018 يعني ما بقيناش نتكلم انه الست انت ايه اللي بتعمليه دي، اعملي طبخي لي حاجه. فيري ديجريدنج وتقليل من شأن المرأة. بس موجود بعده موجود بس مش على نظام البرمجيات، ممكن يتكلم في حاجة تانية في محو الأمية فمش عارف مين. فايا أنت شو رأيك؟ شو عنصر القوة بفيديو سامر؟ المعلومات المحتوى يعني بتخيل. بس دائما البرزنتيشن أنا فيديوهات سامر بحب دائما مضمونة بس إيقاعها بحسه بطيء، يعني بحس أنت بتحكي بطيء بتحكي هيك أنت ونعسان أحيانا بحس يعني انه منهم هيك عرفت كيف انه تيك بالعاده بيكونوا هيك تكنولوجيا كمان ماده جافه. شكرا لكم صار وقت العلامات اكيد نحن بانتظارها. سامر قد ايه التحديات تستفزك لانه تقدم الافضل؟ بالعكس شيء ايجابي يعني حتى تعزز طريقه البحث بشكل اوسع بتخليك انه تفتش اكثر على معلومات تلاقيها لها صله بالموضوع وبالتكنولوجيا. فايا نحن بعدنا بانتظارك. صرتي ريدي؟ يس. اوكي خلينا نشوف لكن معدل علامات لسامر على 75 عن فئه التكنولوجيا 30. نشوف ترتيبك سامر. انت بالمرتبه 7. شكرا لك. شكرا. ان شاء الله حدا يجيب بعد اقل منك حرام. والدته وصحن البامية الشهير كان لهم دور أساسي باكتشاف موهبته. مع محمود أشرف من مصر عن فئة الكوميديا منكتشف أدوار جديدة للمرأة بحياته. أيوة طبعاً هاجي الإيفنت بتعاون المرأة العالمي النهاردة طبعاً. بليس في البروجرس يا باشا. إيه يا ابني اللي أنت بتعمله ده؟ يوم مرأة عالمي إيه وكلام فارغ إيه؟ أيوة يا عم لازم نروح الإيفنت ندعم المرأة برضو. يا ابني المرأة أكبر من كده بكتير، المرأة واخدة حقها تالت ومتلت في المجتمع. بص أنا هوضحك، من أول ما بنتولد وإحنا صغيرين وتتفرج على التلفزيون على أفلام الكرتون بتلاقي كوكب زمرودة للفتيات على سبيستون وما بتلاقيش كوكب للشباب، صح ولا غلط؟ يا سلام. كبرت شوية كمان وبقيت رايح فرح طبعا ليديز فيرست، البنت اللي تخش الأول، لكن لو داخل خناقة أنت عايز البنت تتخانق، أنت عبيط يا ابني، أنا نفسي يبقى في مساواة. طب ما هو على كلامك ده بقى ما هو في بابا نويل وما فيش ماما نويل. يا عبيط بابا نويل شغال مندوب مبيعات في محل لعب الاطفال بتاع ماما نويل. عايز تروح ايه بنت؟ روح ايه بنت للرجال، احنا حقوقنا ضايعه في المجتمع يا ابني. بقول لك يا محمود انا نازله عني انترفيو. لا لا شغل ايه وكلام فارغ ايه؟ قول لها مفيش شغل، احنا عندنا ستات ما بتشتغلش لما الرجاله بتموت. ما تسيبها تنزل تشتغل يا عم، ايه المشكله يعني؟ حبيبي دول كلمتين بنقولهم كده في الايفنت بناكل بيهم عيش، الواقع غير كده خالص. مش ناقص كمان غير انك تلبس لي تيشرت بينك وتروح تغسل المواعين، الراجل راجل والست ست. ازيك يا محمود؟ تمام الحمد تمام لله. تمام تمام. خلينا نشوف اذا رح تضلك تمام من بعد ما نسمع اراء اللجنه بدايه مع وائل. ربنا هل شفت سهل. احترافيه بفيديو محمود اليوم؟ احترافيه في الاديتنج وفي الفويس. انا عاجبني ان هو مظبط الاصوات كلها زي ما اخذ كومنت قبل كده. المحتوى يعني الابداع برضو يعني انا ما اعرفش يعني انا ما اعرفش يمكن ان انا من عيله كوميديه شويه ف لا انت زعلان مني والله. لا والله ما زعلان منك والله، بس ما اعرفش ليه بحس انه ما اعرفش مش عارف يعني انا هو اكتر مشترك محيرني في العالم. حرام عليك.
تنشوف زيارة هلا بتساعدنا نفهم اكثر. محمود من الاشخاص اللي بنتظر الفيديوز اللي بيعملوها. في رجال بتهمش قدرات المرأة ويعني ما بتعترف انها منتجة، بس لازم ما بقى تقبل المرأة خلص. وفي رجال بيدعموا يعني المرأة وبيخلوها توصل للي هي بتطمح له وبتحب انها تكمل يعني نجاحاتها. كثير بحب الرسائل اللي بيوصلها والافكار اللي بيقولها انا ضد. او لا بس بصراحه هو الفكره اللي عنده فكره الصراع الراجل ما بينه وما بين نفسه، ختمها انه الصراع يبقى الصراع بين جوه الراجل، ان دي مشكله نفسيه من عند الراجل مش من عند الست. فدي احييك عليها مليار في المية. صحيح، وهيدا رايي من الرجل. يعني وصلت الرساله، وصلت الرساله من خلال الفيديو. لنشوف فايا شو رايها. فايا، كيف شفتي تاثير المراه على اداء محمود؟ تأثير المرأة هي موضوع الفيديو تبعه. يعني حبيت انت دائما، انا اللي بحبه عند محمود انه بيعالج كل تحدي بطريقته. يعني كيف حكى عن التنمر بالبيت فاجأنا، حكيت عن الصراع الداخلي، وانا فهمت حتى لو ما كتبت الصراع الداخلي لما الرجل عم يختفي انا فهمت انه هيدا صوت داخلي inner voice، والشاب عم يقول طب يعني والله انه والله منطقي خليه تعمل اللي بدها، لا ممنوع انا رجل شرقي. هذا كثير 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 بيأثر على قرارات الرجل، وكمان المرأة يعني شو دورها انه قد شو بينسمح لها تعمل شو لا. فكتير حبيت من المضمون. شكرا شكرا لكم، بانتظار اكيد العلامه. محمود، مين الممثله الكوميديه اللي حافظ لها كل مشاهدها؟ قديم ولا جديد؟ الاثنين، قديم وجديد. عربي ولا اجنبي؟ اي عربي. انا بحب شادية جدا، خاصه انها كوميديه ومغنيه متنوعه، انا بحب التنوع. الله يرحمها. الله يرحمها. شكرا لك محمود. وفنان وممثل، ما نحن اليوم يوم المرأة. أنا قلت له لا، أنا عايز أعرف ممثل هلا. من طب ممثل مين حفظ له أكثر شيء؟ عادل إمام. أحمد حلمي. أحمد حلمي. ما فيش عادل إمام خالص. هو نحن جيل جديد. ما بدك تعرف علاماتك؟ ياري يلا. على 75 محمود بيحصل 57. شكرا. خلينا نشوف ترتيبك محمود، نشوف ترتيبه لمحمود. 57 بكون بالمرتبة السادسة. شكرا شكرا لك. وهلا فاصل سريع وراجعين. الحلقة الاحتفالية بيوم المرأة العالمي مستمرة. هون بدي وجه تحية وألف مبروك لفايا. فايا، بدي أقول لك مبروك على أغنية حب الأقوياء. شكرا. رسالة هالأغنية لمين بتوجهيها؟ للرجال والنساء. هي أغنية عاطفية عن الحب، بس يعني بتعالج موضوع أحيانا بتعرفي عنا بيصير حتى بالحب تهميش للمرأة. يعني تتركي شغلك لتتجوزي، عرفتي انه دائما في هذا السؤال، او مثلا انت ليه هيك، او حتى الرجل بيعمل. فهي الاغنيه للرجال والنساء. بدنا نسمع نحن مقطع صغير لو سمحتي. نايس. فايا. اوكي. انا ما لجأت لعينيك خوفا، أنا بنت خير التراب وشمس السماء، فإن كنت تحسب عشقي ضعفا، فإن كنت تحسب عشقي ضعفا وتجهل معنى الوفاء، فإني لعزتي نفسي أوفى، فإني لعزتي نفسي أوفى، ولا حب عندي بلا بلا كبرياء. الله. كلمات، بس بدي أقول إنه هي كلمات الشاعر مهدي منصور وألحان يعرب سميرات وتوزيع ريان الهبر. تسلمي على هالصوت. شكرا لك فايا. وهلا صار الوقت نستقبل جينان وكيل من سوريا ونسمع ونشوف اسلوبها الشاعري بتكريم المرأة. زهرة بألف رجل
تمسك الشجاعة من خصلات شعرها وتحلق نحو نصر الذات، تحطم أغلال الخوف وتصفق في كفيها، تكمن جنة من ورق وفوهة بارود، كل من صفعته احترق. في رحلة الموت تتأرجح الآمال كموج، 20 أملا على صدرك حملت، تجدفين بجسدك النحيل كزورق لتنقذي من بترت أحلامه تحت راية اللجوء. زهرات بعمر 20 حققوا هالإنجازات، فكيف لما يصيروا 30؟ المرأة مو نصف المجتمع، المرأة المجتمع كله، وكل يوم هو عيدك أنت، كل زمان مصلوب على وقتك أنت. أهلا وسهلا فيك جنان. هلا نستمع إلى آراء اللجنة بداية مع فايا. شو رأيك بإلقاء جنان اليوم؟ إلقاء جنان حلو والقصيدة حلوة، حبيت أنه حكيتي عن أشخاص بس بطريقة غير مباشرة، يعني هيك مزجتيهم بالقصيدة، وحبيت كتير أنك حكيتي عن عهد التميمي. شكرا فايا. عهد بالقلب. وائل، شو تقييمك لفيديو جنان؟ تقييمي أنه الفيديو ده من أحلى الفيديوهات اللي نزلت دلوقتي في البرنامج. عجبني جدا، مش بس البطلتين اللي عندك، أنت يعني عملتي، أنا مش عارف أتكلم من كتر حلاوة الشعر، والشعر مع وصف بالذات البطلتين دول بصراحة مش مؤثر. يعني مؤثر جدا، وأنا مش عارف أتكلم لأنه الشعر حلو قوي 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 قوي. مبين إنك متأثرة مثل وائل. شو رأيك بكلمات؟ ما في شك، بس جنان رح تعملنا مشكلة مع الرجل، لأنه نحن مطالبين بالمساواة، وهي عم تقول المرأة كل المجتمع، هي المجتمع، فمشكلة هيدي يعني. بس اعطونا المساواة وبعدين نفكر شو بدنا نعمل. أكيد الشعر حلو كتير، والموسيقى رائعة مع الشعر، والصورة بالشعر، ومثل ما حكي وائل أكيد حلو. شكرا لكم، اكيد بانتظار علاماتكم. جنان، ليه اخترتي هالبطلتين؟ عهد بتمثل التحدي والاصرار والشجاعه، ويسرى بتمثل الانسانيه لابعد درجه. واكيد وصلت الرساله، لانه شفنا اعضاء اللجنه متاثرين ومبسوطين بالفيديو. خلينا نشوف العلامه يلي بدعوا لك اياها على 75 يا جنان عن فئه الشعر. 69 جنان. ميرسي. من العلامات العالية جنان، ما بدك تشوفي ترتيبك. خلينا نشوف هال 69 بتوضعك بأي مرتبة يا جنان؟ الثانية. ميرسي. مبروك. الله يبارك فيكي. شكرا لك جنان. مع زاهد فيلم بان من السعودية رح نتعرف على نساء غيروا وجه التاريخ بالثقافة والعلوم. أكيد كلنا نعرف ألبرت أينشتاين، شخص غني عن التعريف تماما، ولكن مش كلنا نعرف إنه الشخص اللي كان يكتب أفكار ألبرت أينشتاين على الورق ويصحح أخطائه هو زوجته. بالنسبة لي، أحد أفضل النساء تأثيراً في العالم العربي هي مشاعل الشميمري، حاصلة على عدة شهادات في هندسة الطيران، عملت لدى ناسا كباحثة وكمصممة للصواريخ المخصصة لدراسة الطقس. نادر أن يكون عندنا عالم صواريخ، ما بالك بعالمة الصواريخ. ريم الطويرقي من السعودية، دكتوراه في الفيزياء، ولها الكثير من الأوراق العلمية اللي ما حد يفهمهم إلا المتقدم جدا في تخصص الفيزياء. تم الاقتباس من أوراقها العلمية 196 مرة، هذا معناته أنه بحاثها العلمية بتعمل فرق في العالم. فرسالتي لكل بنت عربية تبغى تحقق أهدافها، لو في شخص قال لك ما تقدر يسوي شيء، قولي له يقلب وجهه. اهلا وسهلا فيك زاهد. اهلا كلام. شو يعني اقلب وجهك؟ معناته مالك شغل، not your business، وشي زي كده. ما خصك. بالضبط. بس بس لجنة الحكم خصها هلا بداية مع وائل. بأي معيار شفت زاهد تقدم للأفضل؟ أنا شايف النهاردة إنه ما فيش تقدم صراحة، شايف شوية راجع لورا يعني كتير. هقولك ليه اف؟ هقولك لأنه أول حاجة حاسس إنه كفاية أينشتاين في الموضوع، مش لازم كل فيديو نجيب سيرته.
في ناس كتير جدا والى اخره، بس الفيديو مش شايف له اي معنى. يعني حتى المنشورات بتاعت الست اللي ماشيه ديت حاسه انها مال وهوى، معلومات مهمه ما اعرفش، انا ما حسيته يعني فيديو هسكرول، ما أثر على وائل، ما عملش امباكت. خلينا نشوف يارا شو رايك؟ لا زاهد من الاشخاص اللي عم يتقدموا. يعني انا اول حلقه بتذكر لما شفت الفيديو انصدمت، لانه انا ما كثير بيعني لي الفيزياء، بس عن جد من وراء الفيديوز اللي كل اسبوع عم ببسط الامور وعم بيسهلها اكثر، وعم صرت يعني عم بنتظر شو عم بيقدم لاكتسب معلومات يعني مفيده وحلوه. انا بشوف الفيديو حلو. صار عندك راي سلبي راي ايجابي؟ خلينا نشوف فايا. شكرا. كنت متوقع شيء مختلف من زاهد؟ صف انا ولا صف يارا؟ صف انا طبعا. انت مع وائل او مع يارا؟ طبعا مع يارا عشان ست. لا ليه صراحه انا بصفكم انتوا الاثنين. لا عن جد صدقا، لانه توقعت انه وقت رجعت جبت سيره اينشتاين قلت بركي حتحكي عن زوجته كل هالفيديو، بس حسيت بس مقدمه كمان مره، يعني انه ما كان له طعمه، يعني عرفت كيف؟ ما بعرف، بس حسيت انه بالمحتوى كنت كثير منيح، بالابداع كان ناقصك شوي، يعني شيء جديد تقدمه، بس المعلومات مهمه اكيد. سوري، كل معلومه صغيره بالفيزياء مهمه. ماشي، ما انا ممكن افتح ويكيبيديا. شكرا. المعلومة مهمة، بس طريقة يمكن تقديمها ما كان فيها هالإبهار حسب وائل وفايا. نحن أكيد بانتظار علاماتكم. زاهد، في امرأة عالمة هيك بتعتبرها قدوة لإلك؟ بلا شك مشاعل الشميمري صراحة، لأنها جمعت بين شيئين كويس يعني قريبين لقلبي، الفضاء والصواريخ. فضاء جداً والصواريخ. لا تفضلي. الشخصيته لزاهد مش هيك باخر الفيديو، اذا شفنا شوي هيك بين مهضوم، فرجه اليوم كثير مهضوم، مغير اقلب وجهك. اي لايك مش انت يعني. هو اقلب وجهك عم بقول له لوائل اقلب وجهك، خلينا نشوف علامات اقلب وجهك. اوكي، على 75 اذا تحصل على 45 يا زاهد، وبتحتل المرتبه. نشوف التابلو امامنا مع 45 نقطه، زاهد بتكون بالمرتبة الثامنة. شكرا لك زاهد. عن فئة الفلوغ ومع سارة يوسف من فلسطين، منشوف وجهة نظر جديدة لأحوال المرأة. 8 مارس هو يوم المرأة العالمي، بس في كتير بيحتفلوا بهذا اليوم وما بيعرفوا المعنى الحقيقي أو السبب. المعنى الحقيقي ليوم المرأة إنه مطالبة المرأة بحقوقها والمساواة مع الرجل. ليش المرأة عم بتطالب بحقوقها؟ بتعرفوا نسبة 70% من فقراء العالم هم نسوان، وبتعرفوا 80% من لاجئين العالم كمان نسوان، وقطر الدولة العربية الوحيدة من بين 22 دولة عربية نسوانهم بيشتغلوا بنسبة تقريبا 50%. فتتخيلوا لو 100% من نساء العالم العربي بيشتغلوا، كان النمو الاقتصادي تحسن كتير. هدول المعلومات بتثبت ان المرأة بعيدة ومؤخرة عن حقوقها، فزي هيك انا اكيد مع يوم المرأة، بس مش يوم واحد، لازم كل يوم نطالب بحقوق المرأة، عشان يوم بعد يوم المرأة بتثبت قدراتها بالمجتمع، فليش ما يكون عندها حقوقها والمساواة مع الرجل؟ ويلا نكرر هاشتاجنا المساواة الآن. اهلا وسهلا فيك سارة. اهلا وسهلا فيك. بداية مع يارا، اقتنعتي بكلام سارة؟ سارة بحب شخصيتها كثير، بحب اندفاعها وشخصيتها القوية وكيف بتوصل للرسالة. هيداك الأسبوع كانت حابة هي تبرر شيء، أنا قلت لها تشتغلي على مخارج الحروف، قالت لي هي إنه كانت تحكي سويدي ما بتحكي عربي. يعني شيء كثير مهم إنه تحكي من بعد السويدي تحكي عربي، لأنه بنعرف العربي قديه صعب. يعني بالرغم من اني بحبها لسارة، بحب شخصيتها، بس ما في شيء جديد بالفيديو، يعني بحس انه ممكن كان يتقدم افضل من هيك. شكرا يارا. فايا، بحب انه بضحكك. لا بس بحبك انت. لا انه كثير مهتمه بكل مشترك، وقت نقول شيء مش منيح هيك. شكرا. انا بحبها لسارة صراحه، انا بحب كلهم، بس انه بنهاية هيدي لعبه وهيدي اول البرنامج. شو رايك بادائها لسارة؟ انا اكثر يعني يمكن كثير 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 بحبك سارة، بتعرفي من اول مره، يعني من وقت برج الجوزاء هيك دخلتي لقلبي. بحبك كثير،
المشكلة إنه عم يعني ما بعرف ما عم بتفاجأ بالفيديوز تبعك، يعني عم يكونوا كتير كوريكت هيك على القد، بس أنا ما يعني ما في شيء، حتى المعلومات ما كتير فهمتهم، طريقة طرح الإحصائيات ما كتير فهمتها، يعني 50% من قطر وكل شيء قلتي متوقع. I'm sorry. شكراً فايا. وائل، قدرت سارة تستغل الفرصة اللي عطاها إياها الجمهور لتتحسن؟ لا. لا 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 بصراحة يا سارة أنا مش عارف أنت إيه اللي حصل لك، إيه اللي بيحصل لك؟ ما فيهاش حاجة. بص يعني لا، أنت كنتي من المرشحات الأقوية، دلوقتي ما أعرفش حسك بتغرقي. يعني أنا أول حاجة إلقائك كان أوفر، انت فاهمه قصدي، اللي هو ولازم مش عارف مين ولازم ويهدموا عليهم الدبابات، فاهمه؟ تاني حاجه ال 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 الاحصاءات، بس انا بحب هيدا فيها. ما انا عارف، انا بحب جدا عندها، يعني من اكتر المشاركين عندهم كاريزما، بس الاحصاءات دي ما فهمتش انت حلوه ولا وحشه ولا ايه بالظبط، زي ما فايا قالت بالظبط. وتالت حاجه ما حسيتش انه في جديد، يعني فين البيرسونال انبوت بتاعك از ا فلوجر؟ شكرا لكم، اكيد نحن بانتظار العالمية. اوكي فهمنا، اوكي ثانك يو. سارة، غير المساواه، شو هو الحق يلي بتطالبي فيه انه تحصل عليه المراه؟ حق القرار والحريه للمراه في المجتمع. قرار والحريه اهم شيء. اكيد. خلينا نشوف شو راح يدعوا لك علامه اعضاء لجنه الحكم. وائل مأخر. ايه اهو ايديا اهي. هلا خلينا نشوف على 75 معدل علامة سارة عن فئة الفلوج. واحدة وثلاثين يا سارة، وترتيبك بيكون في بعتقد يمكن أقل منك حدا. خلينا نشوف. 31 سارة بتكون بالمرتبة العاشرة. شكرا لك سارة. بين لهلا المشترك واحد من المهددين يكونوا بمنطقة الخطر وهو سامر الناصري. شكرا سارة. مثل ما عم تشوفوا، إذا سامر الناصري هو واحد من المشتركين رح يكونوا بدائرة الخطر. المشتركة الأخيرة رولا قادري من لبنان. ممكن تخفف بالموسيقى من التوتر يلي بلشنا نحس فيه مع اقتراب وقوف اثنين من المشتركين بمنطقة الخطر. بونسوار. بداية مع وائل، شو رأيك بالصورة اللي قدمتها رولا؟ عجبني جدا انك انت ما طلعتيش في الفيديو، اهم حاجة توصلي الرسالة بتاعتك والى اخره. حلوة قوي الاغنية وحلوة قوي الليركس وكل حاجة. الفيديو ده it could go really viral، بس عايز اطلب منك المرات الجاية do more او اعملي اكتر باللغة العربية. اعملي اكتر من غنى وجيتار، عايز يبقى فيه افتكاسات اكتر في الغنى. افتكسي يعني. افتكاسات بس صراحة ما في. افتكاسة يعني بس انك انت تتحور او تطلع حاجات جديدة، فاهمة؟ يعني اكتر يعني بالجيتار. اختراعات جديدة. اختراعات جديدة، اللي هو افتكسي اي حاجة في الغنى، دخلي ما اعرفش اي حاجة، فاهمة؟ افتكسي تا ما تنفقسي. بس هو من احلى الفيديوز اللي شفناها النهاردة. شكرا. شكرا وائل. فايا، وين لقيتي عامل التأثير بفيديو رولا؟ بالجرافيكس، بالصورة، بطريقة الطرح، كمان عن جد كأنك قاعد بقلبي. حبيت إنه هو أنا مش في قلبي يا فايا؟ لا دائما بقلبي، يعني بس هالمرة بقلبي وعقلي. بالصميم هالمرة. بالصميم. وحبيت كتير يعني إنه كل شيء، طريقة الطرح
ولكن بوافق. انا حسيت هذا اللحن سمعته بالثلاث اسابيع اللي مضت. طريقة المغنى مش اللحن. طريقة اللحن والمغنى مش بحسه نفس المقام على، يمكن لانه كمان جيتار وصوت عرفتي، بس انه انا حبيت. انا برايي كمان من اكثر الفيديوز المفضلين. شكرا عندي. شكرا لك فايا. خلينا ناخذ راي يارا، شو رايك باداء واغنية رولا؟ انا الليله بدي اعطيها علامة كاملة لرولا، لانه من احلى الفيديوهات اللي شفتهم. اول شيء الفكره، الفكره صراحه ما كنت متوقعتها، ماني متوقعه انه راح تعمل هيك فكره. الفكره حلوه مؤثره، صوتها والكلام واللحن كثير حلو. انا ضد اللي قالته فايا اكيد، لانه هيدا ستيلها، هيدا ستيلها لرولا وهيدا احساسها، فرائعه من كل الميلات. راح اعطيها علامه كامله. شكرا، اكيد بانتظار علاماتكم. رولا، مين هي المطربة اللي تأثرتي اكثر شيء بفنها وبشخصيتها؟ يارا. يارا، شو بتحبي الاغنية ليارا؟ طصة طصة في عاملني بحني، يلي عايش فيها على طول. تنشوف اذا توصوا فيكي اعضاء لجنة الحكم. يارا ايه؟ تنشوف وائل وفايا. انا توصيت والله. تنشوف معدل العلامة لا رولا قادري عن فئة الموسيقى على 75 72. ثانك يو. خليني اشوف ترتيبك بالمرتبة الأولى، بعتقد في تعادل، في حدا أخذ 72؟ عبد الرحمن أخذ 73. يا سلام عليك. لكن بالمرتبة الثانية. شكرا. شكرا لإلك ومبروك. شكرا رولا. عم نشوف التابلو أمامنا، المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع هن سارة يوسف وسامر الناصري. لكن سارة وسامر هن حالياً بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك، والمشترك المفضل عند الجمهور بأعلى نسبة تصويت رح يكون عنده فرصة تانية للاستمرار بالمنافسة، بينما الأقل حظاً بيناتهم ويلي بيحصل على أقل نسبة من أصوات الجمهور رح يغادرنا الليلة. تصويت ابتدى، ولا تنقذوا المشترك المفضل عندكم، ما عليكم الا تصوتوا له هلا وفورا وبهاللحظه عبر صفحه التلفزيون الان على فيسبوك. وهلا بنتذكر سوا كيف كان مرور ساره وسامر بالتحدي الرابع من نجوم بلا حدود. 8 مارس هو يوم المرأة العالمي، بس في كتير بيحتفلوا بهذا اليوم وما بيعرفوا المعنى الحقيقي أو السبب. المعنى الحقيقي ليوم المرأة إنه مطالبة المرأة بحقوقها والمساواة مع الرجل. ليش المرأة عم بتطالب بحقوقها؟ بتعرفوا نسبة 70% من فقراء العالم هم نسوان، وبتعرفوا 80% من لاجئين العالم كمان نسوان. وقطر الدولة العربية الوحيدة من بين 22 دولة عربية نسوانهم بيشتغلوا بنسبة تقريبا 50%. فتتخيلوا لو 100% من نساء العالم العربي بيشتغلوا، كان اوه النمو الاقتصادي تحسن كتير. هدول المعلومات بتثبت ان المرأة بعيدة ومؤخرة عن حقوقها. فزي هيك انا اكيد مع يوم المرأة، بس مش يوم واحد، لازم كل يوم نطالب بحقوق المرأة، عشان يوم بعد يوم المرأة بتثبت قدراتها بالمجتمع، فليش ما يكون عندها حقوقها والمساواة مع الرجل. ويلا نكرر هاشتاغنا المساواة الان. انت ايه اللي بتعملي ده؟ قاعدة بتعلم برمجة. برمجت ايه وزفت ايه ونشوف لنا حاجه ناكلها. هل تعتقد ان للمراه دور مهم في التكنولوجيا؟ خلونا نذكر بعض الامثله. كلنا نعرف الواي فاي، التقنيه اللي مستحيل احد يقدر يستغني عنها. اللي اكتشفها هي امراه، هايدي لامار، الممثله النمساويه الامريكيه اللي ساهمت باختراع موجات الراديو والقفز الترددي. هذه التكنولوجيا اصبحت الاساس باختراع الواي فاي والبلوتوث. ومن العالم العربي استطاعت دينا قتابي من اكتشاف تقنية جديدة يمكن من خلالها استكشاف ورؤية الأجسام خلف الجدران الصلبة، ويمكن استخدام هذه التقنية بالمجال المدني والعسكري. إذن التكنولوجيا هي المستقبل، ولولا وجود المرأة ما كان وصلنا لهذا التطور.
سارة وسامر حالياً بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم. بذكركم أن وقت التصويت قصير كتير، ولهيك هلأ وفوراً روحوا بأسرع ما فيكم على صفحة التلفزيون الآن على فيسبوك وصوتوا للمشترك اللي بدكم تشوفوه بالحلقة الجاية. فاصل ورجعين. جمهور نجوم بلا حدود وتلفزيون الآن، أسرار وأخبار المشتركين بتعرفوها بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام يلي عم تعملوا لهم منشن خلال تفاعلكم مع الهاشتاج التضامني مع حقوق المرأة لمناسبة يوم العالمي مساواة الآن. وهلأ منرجع للمشتركين الواقفين بمنطقة الخطر ومنشوف سوا كيف ناطرين تصويتكم عبر صفحة الآن على فيسبوك. أنا سارة يوسف بقعد يوتيوب فلوكس. هاي أصعب لحظة الواحد يوقف عليها، مرحلة الخطر. ما بحب هاي اللحظة، بس لتشوفوني بالبرنامج وأكفي حلمي وأطور من موهبتي أكثر صوتولي، إنه صوتكم هو اللي بيهمني عن جد، هو اللي بيخليني أكفي بالبرنامج وأطور من نفسي وأحقق حلمي. أنا سامر الناصري من فئة التكنولوجيا، قطعت مسافة طويلة حتى أوصل وأشارك ببرنامج نجوم بلا حدود، وأنا حالياً بمرحلة الخطر وأنتظر دعمكم، لأن أكيد بدعمكم راح أحقق حلمي وأحصل على المرتبة الأولى. صوتوا لي لأن صوتكم مهم، وصوتكم هو اللي راح يخليني أنجح وأستمر بالبرنامج. كل مشترك بشوف الوقوف بمنطقة الخطر بشكل مختلف، بس ما في شك إنه التوتر والخوف دايماً بيكونوا هن المشاعر المسيطرة على المشتركين الواقفين بمنطقة الخطر. ومنشان هيك بدي طمن سارة وسامر إنه الجمهور عم بيصوت هلأ وبكثافة لإنقاذ واحد منهم، فأكيد بدي أتمنى لكم كل التوفيق. بأثناء التصويت بدي أسأل يارا، كيف عم بيكون تفاعل جمهورك على السوشيال ميديا الخاصة فيك من بعد كل حلقة من نجوم بلا حدود؟ بدي وجه لهم تحية أكيد، لأنه هلأ بيكونوا عم يحضروا وعم بيشوفوا اللايف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، ويعني مشغولين ما فيهم يحكوا مع حدا، وبيشاركوا بالتصويت وبيشاركوا بالتصويت. هلأ بعد البرنامج أكيد بقرأ التعليقاتهم، كتير محمسين وكتير مبسوطين. أكيد هلأ عم بيصوتوا ورح نعرف النتيجة بعد شوي، بس في شغلة. تفضل يارا. بدي أقدم هيدي الوردة لسارة. تفضلي. أكيد. سوري بعد إذنك وقت. تفضلي. شكرا. شكرا ليارا. شكرا لجمهور يارا كمان يلي عم بيتابع البرنامج. وائل. نعم. يلا شو نصيحتك إن كان لسارة أو لسامر؟ نصيحتي إذا كملوا في البرنامج ولا لا؟ اللي بدك إياه، النصيحة اللي بتحب تقدم لهم إياها، بركي يمكن كنت آخر مرة بتشوفهم الليلة. لا، هو النصيحة إذا حد كمل في البرنامج لازم يطور من نفسه، لأنه كمية المشتركين بيطوروا من نفسهم كانوا في ديل القائمة ودلوقتي بقى متصدرين، فلازم الواحد يطور من نفسه ويزود جديد، لأنه التكرار ممل. ممل، مضبوط. شكرا وائل. فايا، شو بتقول إن كان لسارة أو لسامر؟ ما فيني أضيف على اللي قاله وائل، بس أنا اثنيناتكم بحبكم كتير كتير كتير، وتعلقنا فيكم وبالفيديو، فزعلانة إنه اثنيناتكم منطقة الخطر. بس في شغلة، أنا ويارا كنا عم نقول بلكي بنعمل سارة سامي، بس هلأ هيك يمكن أكثر يعني إنه يوسفل إنه قدمها أنا لسامي. شكرا. صحيح. شكرا كمان لفايا. تفضل. شكرا يا كارلا، شكرا ان انت احتفظتي بالورده اللي اديتها لي. انا كنت بدي اقول لك احتفظت بالورده، رح خليها للاخر، رح احطها بكتاب واحتفظ فيها. والله يا كارلا لو ما اجينا ورد الاسبوع الجاي انا فلي من البرنامج. خلص كل اسبوع منا ورود من وائل. ليه اجيب منين فلوس؟ بعدين بنرجع منهزر لانه رح يروح التوتر وهن على اعصابهم كان ساره او سامر. رح نرجع لاجواء المنافسه. ثواني وبيتوقف التصويت ومنعرف مين المشترك يلي أنقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسة، ومين المشترك يلي للأسف رح يغادرنا الليلة.
سارة يوسف من فلسطين عن فئة فلوغ توقف بمنطقة الخطر للمرة الثانية. أول مرة الجمهور أنقذها. سامر الناصري من العراق عن فئة التكنولوجيا أول مرة بيكون بمنطقة الخطر، ما أقنع لجنة الحكم يلي اتهمته بالتكرار. سارة أو سامر، مين الجمهور رح ينقذ؟ بحب لكم أن التصويت توقف والنتائج صارت جاهزة. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر، مين رح يكون يا ترى؟ سارة أو سامر؟ منا نقول مبروك لسارة يوسف المرة الثانية، عم ينقذك الجمهور من منطقة الخطر. الخاسر للأسف سامر، بدي أتمنى لك كل التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. نلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون الآن. مفاجآت وتحديات حماسية لأقصى حد مع 11 موهبة وفئة، وكل واحد منهم مصر على تقديم الأفضل، أفضل ما عنده ليوصل لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. وأنا بقلكم تصبحوا على ألف خير. Thank you.